الجزء بقى بتاع هنتكلم على الأسلحة اللي يجب يتسلح بيها الهيدروجيولوجي أو السوفت وير باكجز ريكوايرد فور هيدروجيولوجيست. هنشوف في منظر الديسك توب بتاعي أنا معلم علامات بأرقام 1 2 3، لعلي أقدر معاكم وأشوف إنه رقم 1 مثلا برنامج سيرفر، ده هو الجولدن سوفت وير الشهير، والفيرجن بتاعه وصل لغاية 20 دلوقتي ويمكن يكون في أكتر من كده. بشوف إنه رقم 2 ده الأوتوكاد بإصداراته المختلفة، بتختار الإصدار اللي يناسبك ويناسب إمكانيات جهازك. برنامج جرافر ده تابع برضو الجولدن سوفت وير. البرنامج الخاص بتمثيل الكيمياء المية الأكوا كيم وإخواته وأشقائه، برنامج الجلوبال مابر بإصداراته المختلفة 18 و19 و20 وجايز يكون عدى عن كده. البرنامج الشهير اللي هو بيعمل نوع من الموديلنج أو السيميوليشن الفيجوال مود فلو. عندي الارك جي اي اس، عندي برنامج بيعمل زي انهانسمنت للفوتو، اي برنامج زي البيكاسا او غيره. طبعا الجوجل ايرس بمهاراته المختلفة، وازاي نقدر نعمل داونلود للصور وعليها الكوردينيت. عندي كمان برنامج اسمه ساس بلانت. يعني دول اللي يعني موجودين على الديسك توب عندي، انما كل شغلانه جايز يستجد ليها مجموعه من الباكجز زي الاحصاء وغيرها، فده لكل حدث حديث. انما بشكل عام دي الادوات او العده بتاعت الصنايعي اللي بيشتغل، اللي لازم يكون فاتح 3 4 برامج زي دي بيشتغل فيهم.